الموت يفجع المطرب ماهر زيان. أعلن المطرب ماهر زيان اليوم الأربعاء عن وفاة والده في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام، وتضمن المنشور صورة لماهر زيان وهو يمسك بيد والده وأرفقها بتعليق نعي من خلاله ووالده الراحل، وطلب متابعي بالدعاء له وقراءة الفاتحة. فكتب في تعليقه قائلا: والدي العزيز قد وافته المنية للتو، رحمه الله وأسكنه أعلى درجات الجنة، أود من فضلكم أن أطلب صلاتكم من أجل والدي العزيز. وتابع الفنان والمطرب ماهر زيان: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم والدي واغفر له وأرزقه الفردوس الأعلى يا كريم يا رحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لوالدي الراحل.